بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. عبر السمو فيها عن خالص التهني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والتطور.